تفضل. عسلامة. باش نسألكم علاش الشباب التونسي يحب يحرق؟ ما تنجمش توصل لحاجة سوى قاري سوى بغال سوى تقرا توصل الباك تقرا بعد الباك تبقى بطال حتى كان تخدم شهرية ما توصلكش المعيشة غالية لهنا البنية التحتية باش تعمل دار وتزوج وتستقبل. انت مع الهجرة ولا؟ مع ما يجيك فرصة باش تحرق؟ أنا بقاس شنو تحرق؟ فرماسيون. ليش مش مشكورة من غير ما تعمل ريسك كبير انك لا شكرا جاهزة اما حتى كي باش تخرج من وراك عندك برشا وقت وقت يمكن حاجة مضمونة ولا مضمونة اما يحبك برشا وقت ماكش باش سي بون تاخذ وراقك مش من غدوة باش تمشي يحبك برشا وقت 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 عندك شكون في المنتوراج نتاعك بالنسبة لواحد كما قلت لك يلبس 500 ألف ما ينجمش يخدم باش يصرف شهريته في ظرف 15 يوم شهر. المواطن التونسي او الجون التونسي شنو هي مطالباته معناتها شنو تحب كلمه عندك توصلها للدوله؟ يقدروا انا كيفاش؟ لازم تدخل تخدم يخلصوك بالكدا يتلهوا بيك في القرايه بس تمشي تقرا نظام التعليم هكا فيصل على الاخر كيفاش احكي لك كيفاش نظام التعليم شنو خايبين؟ تمشي باش تقرا تراسيلك مشاكل سواء مع معلمين سواء كلها تكشف الناس لكن حسب الحالة اللي خلتني انا نبطل علاش المعلمين؟ ركي عندهم ازمه في حياته ويجيو سايبوه في الصغار كيفاش؟ كيما انا مثلا يبدا عندي ازمه في حياتي نرجع نكشغل اللي في ولدي فيه هي تجي الصغير تبدا ناقصتها 20,000 حكايه يجي صغير يبدا تبوهم عليها تسيب الغل نتاعها فيه. ما تراش زاد التلميذ التونسي زاد مشوش نوعا ما باش ما نقولوش هو مشوش التلميذ باش ما نقولوش معناتها همجيه شويه فما طلبه همجيين شويه ماهوش همجي اما تحسوا سي ولا اللي طالع جينيراسيون ساتوري ساتوري وعنيفه اكثر من اللي كنا احنا فوالا لاجريسيفيتي لاجريسيفيتي على كنشوفوا احنا في الجيل القديم قرايه ناس قبل احنا قرايتنا قبل يعني السادسه تولي سنه ولا ثانوي سنه ثانيه سنه ثالثه ومن بعد مش كيما تويكا اللي قريوك الابتدائي بالاعدادي ومن بعد ثانوي باش تراسيلك تمشي للباك مش كان انت شايب يعني راسه صيب ماهوش قاعدين فاهمين انا كيما الباك نتاعنا احنا قبل كيما باك توا كي تجي تحكي معاه بالفرنسي تبقى ضايع جمله ما فاهم حتى شيء قروها القرايه بالرسمي والمعلمين ولاو يحبوا التلميذ يجيهم جاهز مده الام شنو هي تعمل اما التجاره تحسها ولا التجاره
القطاع الخاص غلب على الدولة معناتها، ولا قول لك انا ما نحطش صغيري مثلا يقرا في ايكول لايتاتيك، نحطه في ايكول بريفي. ليتو هو ليتو يقول لك انا مش قاري ايتيز بالطبيعه، عاد قاري ايتيك هما القاري بريفي وهما مغاتي كاين يقولوا هيك. هي بلادنا ولات عقد سياسه كامله فاشله، منظومه تعليميه فاشله، فاشله في كل شيء. اول حاجه فاشله في كل شيء، كل سوا في الخاص ولا من غير الخاص، يعني هذا في نحكيك على الخدمه، كان الخاص ماكل الحق، كان زاد باش تبع سميغا ودرا شنيا خفيف. شنو هي الفورماسيون اللي اختارتها؟ الاكتسيتي تحبها مغروم بها؟ علاش اخترتها؟ حاجه فيها كثير من برشا وتشجع على الفورماسيون اكثر من القرايه؟ نتشجع على الفورماسيون اكثر من القرايه، نبطلوا القرايه ويجاوا بالفورماسيون خير الكاميرا وما عادش نشتوتوا بها الجمله.